ماتش غزل المحله والاهلي هنتكلم في اكتر من 3 4 حالات مهمين في المباراه للطرفين، سواء للغزل المحله او للاهلي. فهنتكلم في الاول اللعبه الاهم في المباراه، لعبه اللي قدامنا هي بتاع محمد الشناوي. الكره يعني الشناوي الكره طولت منه، فالفار استدعى محمد الحنفي انه بيقول ان الشناوي في فرصة محققة في كارت أحمر، سبب الاستدعاء إن في فرصة محققة كارت أحمر. الجون أو حارس المرمى لما يخطأ مع مهاجم معناها إن فرصة محققة بدون أي تفكير في أي اعتبارات أخرى. وبالتالي لو شلنا في اللقطة دي خطأ الشناوي، الشناوي ما وصلش للكورة، لكن وصل الكرة مش هنتكلم، الكرة اللي لعبها مهاجم غزل المحلة، وبالتالي الشناوي ما وصلش للكورة. لو شلنا خطأ الشناوي فده فرصة محققة تسجيل هدف بكل عناصرها. وبعدين موجود الحارس ازاي، الحارس نفسه ما فكرش كتير مع الحارس وخطأ الحارس، الكارت الأحمر بيكون موجود مباشرة، وبالتالي ده كارت أحمر مباشر لمحمد الشناوي. تمام، رغم إنه الكابتن محمد حنفي راح شاف الفار. شوف الفار، ويعني انا ما اعرفش الاعتبارات اللي هو يعني ما رجعش الكارت الاحمر، لكن الكارت الاحمر مباشر وسهل ما فيش فيه يعني. اللقطه نفسها موضحه ان الشناوي ما وصلش للكوره. الحاله الوحيده اللي احنا ما نتكلمش في ان الشناوي ما ياخدش كارت احمر، يقول لمس الكوره لعب الكوره يعني، لكن اللقطه من كذا اتجاه جبناها والشناوي ما وصلش للكوره نهائي، اللي لعب الكوره مهاجم المحله، وبالتالي خطا من محمد الشناوي كان يستاهل عليه كارت احمر. طيب